الحمد لله منذ ظهور الحالات الاولى ديال الاصابات في 2 مارس الحكومه اخذت واحد العدد ديال التدابير والاجراءات باش نحدوا من هذا التفشي بما فيها حاله الطوارئ الصحيه والحجر الصحي. والحمد لله التوجيه ديال سيدنا الله ينصرو مكنتنا باش نكونوا في واحد العمل في واحد المبادرات استباقيه. حنايا هذا الدخول المدرسي ماشي جينا البارح وقلنا هكا غيكون. حنا من شهر يوليوز وحنايا كنخمو فيه وكندرسوا واحد العدد ديال السيناريوهات باش حسب تطور الوضعيه شنو غادي نديروا. مزيان. هاد الفرضيات ديال التطور تحسن او لا تأزيم هاد الوضعيه درنا لها المقابل ديالها بيداغوجيا. أيه. وضعيه وبائيه عاديه فيها الحضور حضوري 100% او ما غيكون حتى شي مشكل. وضعيه وبائيه في تحسن غنديروا واحد التناوب الحضوري والتعلم الذاتي في المنزل مؤطر من طرف الاستاذ. وضعيه وبائيه مقلقه غنديروا التعليم عن بعد 100%. نفهموا بانه ما عندناش وضعيه وبائيه مقلقه. هذا الشيء علاش درتوا؟ نعم. جوج سيناريوهات؟ لا ابدا. يمكننا نقارنوا الحاله في مارس اللي درنا فيها الحجر الصحي والحاله في شتنبير اللي ما درناش الحجر الصحي ودرنا هذا التناوب. راه كان تعليق الدراسه في مارس وهاد النساء ما كانوش في هذا المستوى. هادشي علاش الناس قالوا أيه. يمكنش في مارس كان عندنا 10 ديال الحالات. نعم. ولكن سديتوا علينا ودرتوا. نعم. عن بعد ودابا اللي عندنا 2000 حاله يوميا كتقول لنا سيروا تقراوا. مارس لاول مره نكتشف هذا الفيروس. مارس واحد العدد ديال الامور ما كانش واضحه. دونك تعلمنا مع ذاك الحجر الصحي وتعلمنا مع الفيروس. وشفنا التطور كيفاش تم الى اخره. دونك حنايا كان مفروض في هذا الدخول نجيو نقولوا التعليم على بعد 100% وصافي وسالينا وسدينا. ولكن التجربه ديال التعليم عن بعد لـ 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 في المناسبه الماضيه في اخر السنه الماضيه بينت بان كان واحد ضرب في مبدا تكافؤ الفرص ولا سيما واحد العدد ديال الاسر ما ولجاش هذا التعليم عن بعد. واحد العدد الاسر اللي قالت بان التعليم عن بعد ما كانش تفاعلي. واحد العدد الاسر لقات واحد النواقص. نجاوب المغربيه. نعم. المغربي راه بزاف الناس ما قراوش السيد الوزير. نعم. في نهايه بزاف الناس. هذا خصنا نديروا واحد تقييم. حنا درنا تقييم على واحد 100,000 ديال العينه ديال 100,000 الاساتذه الاسر التلاميذ. وايضا درنا واحد العمليه ديال التفتيش 20,000 استاذ مؤطر. دونك درنا واحد تقييم اولي اللي عطانا فكره بان كاين بعض النواقص ولكن هاد التعليم عن بعد هو اللي مكننا باش الحمد لله نقدروا السنه المصارمه وما نمشيوش لواحد السنه بيضاء ويكون عندنا واحد التحسن الدراسي في واحد النسبه واحد المستوى. اللهم لا عمش ولا العمه. بهذا المنطق جينا هاد قلنا واش دابا هاد الوضعيه الوبائيه كتحتم علينا باش نديروا 100% التعليم عن بعد. ولكن بقينا كنخمو وشفنا النماذج الدوليه بان واحد العدد ديال الدول اللي عندهم وضعيه وبائيه كفس من ديالنا ورغم ذلك اقترحوا التعليم الحضوري. قلنا حنايا اهم حاجه لان اليوم خصنا نواجهوا هذه الازمه خصنا نواجهوا هذا الوباء كاملين جسم واحد. خصنا نشركوا الاسر في اتخاذ القرار. هذا بالنسبه لنا اشراك الاسر ماشي تخلي على المسؤوليه او حنا لهم الكره ابدا. اليوم باش يمكننا نواجهوا الوباء خصنا نكونوا في نفس الفريق. ولكن الاشراك خص يكون قبليه. لا واش غادي نديروا استفتاء وطني باش نقول له واش تشاركوا معنا ولا ماشي. ولكن كاين الممثلين ديال الاسر الجمعيات وكاين الممثلين ديال وكاين النقابات وكاين. طلبنا من النقابات باش يعطيونا تصور ديال الدخول المدرسي في شهر يوليوز. واحد العدد النقابات اما باتوا لنا بهذه الوثيقه اما نشروا البيانات ديالهم اللي كيقترحوا واحد التصور ديالهم. خدينا بعين الاعتبار واحد العدد الاقتراحات واحد العدد ديال الفئات كانوا كيطلبوا بالحاح الدخول عبر التعليم الحضوري. هذه الصيغه الحضوريه وبيناتها اليوم ذاك التعبير عن الرغبات. حنا شنو درنا؟ قلنا الاسر فضلوا قولوا لنا حسب الاكراهات اللي عندكم واش اليوم وكون اقترحنا 100% التعليم عن بعد. واحد العدد ديال الاسر غير معنيه غتقول لك انا ما عنديش الامكانيات باش ندير التعليم عن بعد دونك ولدي غتقضيو عليه وغادي تجبروه باش ما يقراش. وواحد الناس واحد العدد ديال العائلات غادي نحتموا عليهم التعليم الحضوري غيقول لك علاش اسيدي انا بغيتي تغامر بوليداتي وتصيفطهم للمدرسه.
لهذا هذه لحتوا الكره للناس. ماشي لحنا الكره، ماشي لحنا الكره، لان الاستقبال والاستضافه ديال التلاميذ في المدرسه حضوريا حنايا من مسؤوليتنا، البروتوكول الصحي والتطبيق ديالو والاجراء ديالو هذه مسؤوليه الحكومه. علاش سيد الوزير ما كانش قرار ديال الوزاره انها تاجل الدخول المدرسي؟ احنا جايين، احنا جايين، او انها تفرض عن بعد بما ان الوضعيه الوبائيه ماشي هي هذيك، او على الاقل على الجهويه الى المنطقه وبائيه منطقه في الحاله الوبائيه ما بهاش، نفرض الوزاره تقرر ماشي تخلي الاختيار. الوزاره قرارات واكد على هذا، قرارات منح الاسر الاختيار بين جوج ديال الصياغ، الصيغه ديال التعليم عن بعد والصيغه ديال التعليم الحضوري، وهذا اساسي. وهذا القرار اشراك الاسر اللي اخذ بعين الاعتبار الاكراهات والاشكاليات ديال كل اسره. هذه القضيه ديال الجهويه ايضا اعتمدنا الجهويه، لان الحاله الوبائيه على المستوى الوطني جد متفاوته، وقلنا المناطق اللي ما فيهاش مره هذا الفيروس يمكن يمشيو 100% حضوري الى عبروا على هذا الرغبه الاسر. هذه مرة أخرى كنعطيو الأسر هذه الإمكانية باش يتخذوا القرار. وهنا فين طرحوا الناس التكافل والفرص. التأجيل كيفاش التأجيل؟ شكون اليوم وهذا الكلام ديال السيد وزير الصحة، شكون اليوم يقدر عنده القدرة باش يقول لنا كيفاش غتكون الوضعية الوبائية من دابا شهر شهرين ولا ثلاثة أشهر؟ لا أحد، وهادشي ماشي غير في المغرب، في العالم بأسره حتى شي واحد. كتعرف شنو هي الآثار ديال التوقف الدراسة ولا تأجيل الدراسة؟ الصيف فاش كيتوقفوا التلاميذ شهرين كاين 30% ديال تدهور التحصيل الدراسي والتعلمات في شهرين. حنايا التلاميذ من 16 مارس ما التحقوا بالمؤسسة العموم للمؤسسة التعليمية، من 16 مارس توقف تقريبا ديال 6 أشهر. غنبقاو ماشي حنا في التوقف، ما يمكنش. أنا جبت واحد لاكورب باش تشوفها، هذا واحد الخبير ألماني إبينغهاوس، أييه وهنايا المراجعة والتثبيت، شوف كيفاش كتحسن هنا أسبوع بأسبوع، ها فين كنا وها فين وصلنا غير بالمراجعة. هادشي علمي، هادشي ماشي أنا اللي كنقولو، خبراء علوم التربية، منظمة العالمية للصحة، اليونسكو كينبهوا العالم بإسره حذاري من التوقف عن الدراسة. ما يمكنش يكون توقف. واخا قال لي قلت كاع سيدي سنه بيضاء اكثر من ونربح صحه ولادي. توقف الاثار السلبيه ديال التوقف عن الدراسه اكثر من كورونا في حد ذاتها. هادو الخبراء ديال الفيسبوك ما عجبهمش الحال. هادو الخبراء ديال علوم التربيه والاخصائي ديال المنطقة. طيب واخا ها انتم اختاريتوا هذه الصيغه ديال حضوري ولا عن بعد، كل واحد غادي يختار. جيتونا لحد العشيه سي الوزير وسبحان الله كتختاروا حتى 12 الليل، واش بلهاني ولا كتكونوا سهرانين؟ ما عرفتش انا 10 ونص وما خصناش نبقاو نعسوا بكري، خصنا نحضروا الحكومه امتى كتقرر؟ كتجيو كتقولوا غدا ما كايناش الدراسه. حنا ما كنعسوش، حنا كنشتغلوا الاسبوع كامل. يمكن يقول لك بان من مارس، من شهر مارس ملي عندنا على تعليق الدراسه الاطقم الاداريه والتربويه على المستوى الوطني ديال وزاره التربيه والتعليم واكيد وزاره الصحه ووزاره الداخليه والقطاعات الاخرى ايضا الجزئيه ما كيوقفوش. انا شفت شي صوره في الفيسبوك بالشورت والكمامه دوزي الكونجي سيد الوزير. انا جاي كان جاي كان سمعتيني يا سر مدير، ما كيوقفوش. يمكن يقول لك بان كنخدموا السبت والحد وكل هذا، وبحال دابا وصلنا لواحد القرار يوم السبت او يوم الاحد، غننتظروا حتى الاثنين عاد نعطيو الخبر. واش ما كانش الامكانيه مادام الجمعه او الاسبوع اللي قبل قلتوا ها الصيغه بالنسبه للقرار ديال الاحد؟ بالنسبه للقرار ديال الاحد ما كانش في راسكم زعما شي شويه؟ هذا قرار الحكومه اولا، فهمتيني؟ اغلاق تطويق عمالات الدار البيضاء الكبرى هذا قرار اللي خذته الحكومه ماشي الوزاره، الوزاره تبعت بالنسبه للمؤسسه التعليميه. شكون الله يخليك السي رمضان اللي كيعلم ولا كيقدر بان ذاك اليوم غادي نوصلوا للرقم القياسي في عدد الاصابات؟ واش كنا كنتوقعوا بان غنوصلوا 2200 و400 يعني ما كانش اي مؤشرات على انه غادي يكون ذاك كل يوم كل يوم والرقم ديالو. حيت الناس شنو قالوا؟ حنا في الصباح بان بان ذاك الشيء طالع، قلنا راه غادي يقدر يوصل لواحد المستوى اللي ما عمر ما كان تسجل من قبل. بداوا الاجتماعات بدايه في العشيه بعد الزوال، وفاش انتهوا الاجتماعات تم الاخذ الاعلان عن القرار اللي اتخذ. وحطيتي نفسك سيد الوزير في بلاصه اغلاق المدارس، اغلاق المدارس في الدار البيضاء هذا ما كيكونش من طرف وزاره التربيه الوطنيه باش نتفقوا.
هذا قرار كيكون من طرف السلطات المحليه وزاره الصحه باشراك وزاره التربيه الوطنيه. غنطوقوا مدينه، المدينه كامله غادي نحدوا من التنقل واحد هذا الامور بما فيها المدارس. بمعنى هذه ماشي الارتجاليه في القرارات أبداً. ماشي العبث كيف سماو الناس، ماشي الروينه، ماشي التخربيق، ماشي لا، هذه القدره على التكيف مع الوضعيه الوبائيه. سجلنا رقم قياسي، خدينا القرار اللازم من طرف الحكومه باش نحدوا من التفشي. سيدي زعما حاولتيش واحد الانتكاسه، هذا هو المهم. ما حاولتيش تحط نفسك في بلاصه اسره اللي موجوده وليداتها باش يقراو غدا ويمكن حويجات يمكن؟ انا عندي وليداتي وانا كنقولها كاين استياء، استياء كبير على المستوى ديال الاسر وكنتفاهمو، ولكن اليوم نحن هذا ماشي في واحد الوضع عادي السي رمضاني. اليوم احنا في واحد الازمه، احنا في حاله طوارئ صحيه. شنو هي حاله طوارئ صحيه؟ هي نقدروا ناخذوا اي قرار في اي وقت باش نواجهوا هذا العدو. هذا هو اللي كاين. دونك كنطلبوا من الاسر يتفهموا هذه القرارات. كاين واحد العدد الاسر مشاو في الصباح وداو وليداتهم حيت ما سمعوش الخبر. ولكن شنو بغيتي نديروا؟ شنا شي خيار اخر؟ ما كاينش. ما كاينش. مالا ما كاينش. كتسجل 2200 هذا 700 اكثر من 780 48 في الدار البيضاء. كتقول راه حنا ماشي واحد الانتكاسه اللي ما غاديش تتسالى. الدار البيضاء 4 مليون السي رمضاني. كي غادي دير 4 مليون الله يحفظ لها مشات لك ومشات وتفشى هذا الوباء بواحد الطريقه مرتفعه. اللي خصنا نحدوا لهذا الامر وداك الشيء اللي درنا. بالنسبه لك هذه الصيغه يمكن المثلى باش عالجتوا القضيه؟ عندكم شي اقتراح السي رمضاني غير باش وزعما الا كان عندنا غديروا براينا اسمعوا لينا نسمعوا لا ديروا الشاورما وما ديرش براينا. حنايا في خدمه المواطنين. في خدمه المواطنين ليس ما كانش اقتراح بالنسبه للخيارات اللي خدينا في هذه السياق التربويه. لكن شي صيغه اخرى قولوها لنا. انا غادي نطرح سؤال بصيغه اخرى سيد الوزير. لنفرض ما كنتيش وزير التربيه الوطنيه في الجائحه من سوء حظك زعما جيتي في هذا الوقت. من سوء حظي اتحمل مسؤوليتي كامله والحمد لله بكل فرح واعتزاز. تبدلتي سي امزازي تبدلتي تبدل ماشي مشكل. باش تبدلت؟ جبدتي. لنفرض ما كنتيش وزير في هذه المرحله، كنتي رب اسره وليداتك كيقراو بعثة الفرنسيه الله يخليك ماشي في التعليم العمومي. على كل حال هذا الموضوع غادي قريت في المدرسه العموميه. انا خريج المدرسه العموميه. اييه. وافطر غير المدرسه العموميه. اليوم شنو كنطمح؟ هي نرد هذه المنظومه في ذاك الوقت اللي قريت انا فيها. شتي لو وصلنا لذاك المستوى، خديت البكالوريا في 83، لو وصلنا غير لذاك المستوى ديال 83 راه يكون واحد النجاح كبير. اذا حنا خصنا نرجعوا للور ماشي نزيدوا قدام. لا وهذا هو حيت اللور هو اللي المشكل. لان واحد العدد ديال الامور دارت في المنظومه اللي وصلتنا لواحد الحد. اليوم الحمد لله راه مشينا للاصلاح الحقيقي والاصلاح المستدام ديال المنظومه. وهاد الناس اللي دابا كيقول لك واك واك الحق اللهم ان هذا منكر المدارس الخاصه قجاتنا مالك ما تحس بهم السيد الوزير. الله يرحم الوالدين. لان دابا انت كنتي شحال تخلص من اورو. ماشي اورو الدرهم صرفوا الدرهم. المؤسسات الخاصه العلاقه اللي عندها مع الوزاره مأطره بالقانون. حنا الناس القانون 060. اييه. هذا القانون اليوم ما كيسمحليش، اليوم ما كيسمحليش باش ندخل في الرسوم ابدا. ومتفق مع هذه الرسوم اللي كاينه؟ لا مش متفق، بياسر ما متفقش. وانا كنشتغل على تعديل القانون وعلى اصدار المراسم اللي غادي يعدلوا هذا الامر. لان اليوم الحمد لله جاء القانون الاطار 51/17 في الماده 13 والماده 14 ولا سيما الماده 14 وفيها كنطرقوا على الرسوم، تحديد الرسوم ديال الدراسه وديال التامين وديال الخدمات الموجهه.